قامت مؤسسة بكرة لينا بتنفيذ مبادرة ضد الغلاء في شوارع محافظة السويس وخاصة في المناطق الشعبية، وذلك في إطار تحقيق أهدافها بالاهتمام بالمواطن المصري لا سيما فئة محدودي الدخل. ونظمت المؤسسة معارض بيع الخضروات والفاكهة ومواد غذائية أخرى بأسعار مخفضة بشارع النيل وبمنطقة حي الكويت السكنية. وقال محسن إسماعيل منسق المؤسسة بالمحافظة إن المبادرة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء سلع ومنتجات مطروحة داخل منافذ البيع بالأماكن التي حددتها المؤسسة، مؤكدا الاهتمام بوصول السلع الغذائية بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة. طبعا بدعو شعب السويس ان هو يجي يشوف بنفسه الاسعار، والتخفيضات طبعا اقل من السوق كتير، ممكن اقل نسبه مثلا 20% او 30%، وده فرق عشان احنا بنجيب لهم الخضار. يعتبر هم اول ايد بياخدوه، مش شال منه النقل ومش شال منه المولون ومش شال منه حاجات كتير. وان شاء الله احنا بنكافح الغلاء وبنقدم حاجه مجموعه شباب نساعد بيها الناس، فرق اسعار بيننا وبين السوق، ونقدم مبادرات في كذا حاجة. والنهاردة المبادرة بتاعتنا شباب ضد الغلاء بنقدم فيها خضار وفاكهة. حاجة نضيفة أوي بصراحة، يا ريت على طول وأرخص كمان، أرخص من بره بكتير. يعني أنا جايب البطار بخمسة جنيه بره بثمانية وتسعة بصراحة، ويا ريت يا ريت يعني في كل حتة كده تعملوا لنا مكان زي كده.